والمزيد من المتابعة مشاهدينا، ينضم إلينا من موسكو دكتور آصف ملحم، مدير مركز جي أس أم للأبحاث والدراسات وخبير الشؤون الروسية. مرحبا بك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. خلل فني ضرب بلاد عديدة في العالم، ضرب المطارات والبنوك والمرافق. ما الذي جرى في روسيا؟ قد يبدو أنها لم تتأثر. سيدتي، أولا تحيت لكم للسادة المشاهدين. الذي حدث في روسيا أن شركة مايكروسوفت نفسها منذ آذار الماضي منعت عن بيع جميع خدماتها في روسيا، لذلك هذه التحديثات التي جرت على أنظمة التشغيل في كل دول العالم لم تتأثر في روسيا، لأن هذه التحديثات بطبيعة الحال لم تجري في الكمبيوترات بشكل عام في روسيا. هذه نقطة. النقطة الثانية، الرئيس بوتين ومنذ سنين بالمناسبة يدعو إلى فصل الانترنت الروسي عن الانترنت المرتبط بالدول الناتوية ومن يدور في فلكها، لأن السيرفرات الأساسية التي تخدم كل الانترنت في العالم موجودة في الدول الناتوية بشكل أساسي. وعندما زار الرئيس الصيني روسيا في السنة الماضية كان هناك اتفاق على هذه النقطة تحديدا، لأن الصين عندها خبرة واسعة للغاية في هذه المواضيع، وهو حماية يعني المجتمع بشكل عام مما تقدمه الانترنت بشكل عام من خدمات ومنتجات. وزارة التنمية الرقمية الروسية قالت ما حدث مع مايكروسوفت يظهر أهمية استبدال البرامج الأجنبية المستوردة. ما الذي يعني هذا التصريح، وبماذا ينبئ عن الخطوات القادمة؟ سيدتي، هذا الأمر يعني عندما نحن يعني نستخدم أي كمبيوتر موصول على الإنترنت، أي تحديثات ستجري على البرامج الموجودة في هذا الكمبيوتر، سيقوم باستخدام مكونات هذه البرامج بشكل عام من تلك السيرفرات حيث هي مخزنة، وبالتالي يعني هذه العملية تعني عملية اختراق غير مباشر لكل هذه المنظومات على الإطلاق. يعني ممكن تصدير فيروس عبر هذه البرمجيات، ممكن تصدير تحديثات قادرة على التجسس وجلب المعلومات وما شابه ذلك. لذلك فصل الانترنت الروسي هو عملية حماية أمنية وأمن معلومات بشكل كامل في روسيا. ولكن روسيا يعني نحن نعلم جيدا أن عندها يعني خبرة واسعة يعني في منظومات الحرب الإلكترونية والهجمات السيبرانية وما شابه ذلك، لذلك أعتقد أن كل شيء محمي هنا تماما في روسيا. يعني هل سبق وحدث مثل هذا الحادث في روسيا قريبا؟ سيدتي لاحظي معي، يجب أن ننتبه إلى نقطة هامة في هذا الحادث. قد لا يكون الأمر خلل فني على الإطلاق، يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة. هناك الكثير من المؤشرات والقرائن تدل على أن هناك أمر ما لا علاقة له بالخلل الفني. ما هذه المؤشرات برأيك؟ نعم سيدتي، سأقول بعض المؤشرات سريعا لكي يفهم المشاهد أن القضية قد تكون سياسية وليس علاقة أصلا بموضوع الخلل الفني. شركة كرود سترايك، الشريك في هذه الشركة والمدير الفني السابق لها اسمه ديمتري ألبرتوفيتش، وكان هذا الشخص مستشارا خاصا في وزارة الدفاع الأمريكية. في عام 2016 أعلن أن الاستخبارات الروسية قامت باختراق سيرفرات اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي فترة الانتخابات. في تلك السنة تم قتل شخص اسمه سيتريتش، وهو موظف في اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي. بعدها في عام 2017 رئيس الاف بي اي جيمس كومي اعتمد على تحقيقات كرود سترايك حول الموضوع، واعتبر ان القضيه مرتبطه بالانتخابات، وكان ذلك الامر قبيل زياره شي جين بينغ لترامب في عام 2016. في عام 2015 تحقيقات كرود سترايك حول الهاكرز الصيني ادت الى تعطيل الاتفاق الذي كان سيتم ابرامه بين باراك اوباما وشي جين بينغ خلال زيارة الرئيس الصيني لواشنطن بين 22 و 28 سبتمبر، بهدف عدم القيام بأي عملية تجسس اقتصادي بين الطرفين. في عام 2020 وفي آذار تحديدا وفي مؤتمر الأمن السيبراني، وكان ألبرتوفيتش المدعو ديمتري ألبرتوفيتش عضوا في مجلسه الاستشاري، قام بطرد شركة صينية اسمها كي أنكسن، وهذا اسمها الحالي، اما اسمها السابق فهي كي اي اتش او او 360. هذه الشركه كانت تقوم بعمليات تجسس على الولايات المتحده الامريكيه. اذا عقده الربط عندنا في كل هذه، طبعا الموضوع يحتاج الى مزيد من التحقيق، لم اتمكن يعني لا يوجد وقت كافي للغوص بكل هذه التفاصيل، ولكن هذا عقدة الوصل بكل هذه القضية هو السيد ديمتري ألبرتوفيتش الذي كان مستشارا في وزارة الدفاع الأمريكية،
وايضا هو كان مؤسسا ومديرا فنيا لشركه كروت سترايك. وهنا يضعنا امام علامات استفهام كبيره جدا ان قد يكون الموضوع ليس خلل فني بل غايه منه غايات اخرى سياسيه ولا علاقه لها اصلا. واتساقا ايضا لما تقول فشركه كراود سترايك للامن السبراني قالت ان المشكله التي تسببت باضطرابات كبيره ليست حادث امني او هجوم، ولكن في حاله انه هجوم سبراني يعني اصابع الاتهام تتجه الى من؟ سيدتي لاحظي معي، نحن نعيش الآن يعني في هذا العالم كما نعلم جميعا نعيش فترة اضطرابات، نحن نعيش فترة تحول حقيقي ومرحلة انتقالية من نظام إلى نظام جديد. في هذه المرحلة علينا نتوقع كل شيء. المرحلة الانتقالية تتميز بالاضطراب المستمر، بعدم الانتظام، لا يوجد أي نظرية أو قاعدة تخضع لها. هنا الجميع يحاول أن ينصح التسمية أن يجد له مكانا في هذا العالم. يعني نحن أمام مرحلة قد تؤدي إلى انهيار المنظومة الغربية بالكامل. لذلك أصابع الاتهام لا بكل تأكيد تتجه إلى وزارة الدفاع الأمريكية والاستخبارات الأمريكية، ولا يوجد طرف آخر له علاقة بالموضوع أو قادر على فعل ذلك. والأطراف الأخرى المعنية الموضوع هي روسيا والصين بالتأكيد، ولكن هذه الأطراف إلى أي درجة قد تكون متورطة أو غير متورطة هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث. ما المصلحة في هذه الحالة؟ يعني ما المصلحة من وراء كل ما يجري؟ سيدتي إحداث اضطرابات دائما، لاحظي معي، في فترة الاضطرابات وفترة يعني تكون الحالة النفسية لكل العاملين وكل الموظفين في على امتداد العالم تكون مضطربة، ويحصل بسهولة تمرير بعض سرقة بعض الملفات، تمرير بعض المعلومات، تزوير بعض المعلومات، تضليل العمال، حصول على صفقات أخرى. يعني في هذه الساعات القليلة طبعا علينا أن ننتظر قليلا طبعاً لكي نبني يعني النتائج على المسببات. قد تستطيع بعض الشركات عقد بعض الصفقات يعني السريعة. شركة كروت سترايك انخفضت أسهمها بشكل مرعب في هذه الساعات الأخيرة، لذلك يعني البورصة الأمريكية أيضا تضررت. نعم سيد، أنا متأكد أن البورصة الأمريكية نفسها لم تتضرر بشكل عام، بل قد يكون أسهم بعض الشركات في هذه البورصة بعضها ارتفع وبعضها انخفض، لا يمكن أن يكون الجميع قد تضرر، ولكن الضرر العام الذي حدث بالتأكيد هو ناجم عن عدم ثقة المستثمرين بالبورصة الأمريكية، لأنه لا يوجد حماية لهذه المنظومات التي تتعامل في البورصة. لذلك أي مستثمر سيتعامل مع البورصة الأمريكية سيفترض مسبقا أنه في لحظة من الزمن قد يخسر كل أمواله أو قد تنخفض كل أسهمه، وبالتالي هذا الضرر لا أعتقد أنه حاصل على كل هذه الشركات بل على جزء منها فقط. وبرأيك دكتور آصف، يعني ما اللفظ الأدق بقى في هذه الحالة حتى يمكن أن نستخدمه؟ يعني هل هو خلل تقني أم عطل فني برأيك؟ سيدتي لاحظي مع الخلل الفني في البرمجيات وارد إلى أبعد الحدود، ولكن هذه الشركات لم تلد البارحة. هذه الشركات تعمل منذ سنين وسنين، وشركة مايكروسوفت من أحد الشركات يعني الكبيرة في إنتاج البرمجيات، وبالتالي هذه البرمجيات أو هذه المكونات التي تم إنتاجها لابد وأنه قد تم اختبارها قبل عملية وضعها يعني للسيرفرات للاستخدام العام لتحديث أنظمة التشغيل في العالم. وبالتالي يعني أنا وفق تقديري حدوث خلل فني طبعا هو وارد يعني، ولكن هذا الخلل الفني لن يؤدي إلى هذا يعني الاضطراب العام على امتداد الكرة الأرضية كلها، حدث اضطرابات، وبالتالي الموضوع أعتقد أنه ليس خللا فنيا ويجب أن نبحث سبراني. يعني نعم، ومن الخاسر الأكبر في هذه الحالة برأيك؟ سيدتي لاحظي مع هذا السؤال أعتقد أنه من الصعب الجواب عليه الآن، ولكن كما قلت هي دائما في الساعات الانتقالية وفي لحظات الاضطراب والفوضى وما شابه ذلك يسهل عقد الصفقات وتمرير ما يمكن تمريره. يعني إحداث اضطراب في مكان معين، يعني أنا أذكر مثال، قامت مجموعة بمحاولة سرقة أحد البنوك الأمريكية، فماذا فعلت؟ أنتجت اهتزازا ميكانيكيا في المنطقة المجاورة للبناء بهدف إحداث اضطراب في تلك المنطقة، ويعني لفت نظر العاملين عن التدقيق في طرق الحراسة وما شابه ذلك. في هذه اللحظات قامت هذه المجموعة بسرقة هذا البنك، والقضية لا تختلف عن هذا الموضوع بشيء على الاطلاق، إحداث اضطراب فقط يعني وفوضى في يعني يصبح الانسان في هذه الحاله غير قادر على اتخاذ قرارات عقلانيه وقرارات موضوعيه، ويسهل تمرير الصفقات، يسهل يعني احداث الاختراقات، سرقه المعلومات وما شابه ذلك. يعني ظهر تاثير انقطاع الانترنت على نطاق واسع جدا وفي اماكن متباعده، ما الذي تشير اليه هذه النقطه تحديدا سياسيا وتقنيا؟
نعم، من الناحية سيدتي، من الناحية السياسية طبعا هذا يشير إلى أن يعني نحن أمام انقسام، يعني إن صح التسمية فيزيائي، يعني جيوسياسي بين شرق وغرب. نعم، وقد يصبح عندنا انقسام معلوماتي، يعني يجب كما قال الرئيس بوتين في الأيام، يجب أن نفصل الانترنت الروسي عن الانترنت الغربي. وهناك مصطلح حقيقة يستخدم في العلوم السياسية، وهو يعني ما يسميه الجيو إعلامية، يعني الإعلام أصبح ينتشر في كل دول العالم، والتأثير الإعلامي عن بعد وارد إلى بعد. ليس التأثير الإعلامي أقصد به يعني التأثير عن طريق وسائل الإعلام، بل التأثير المعلوماتي عن طريق الكمبيوترات والإنترنت وما شابه ذلك. لذلك عملية هذه الفصل يعني ستتم على إن صحت التسمية على المستوى الصلب الهاردوير، وعلى مستوى الطري إن صحت أو السوفتوير. ويعني أصبح عندنا وكأن البرمجيات هي عامل قسم سياسي للعالم، وليس عامل فقط يعني للاستخدام والاستثمار من قبل بعض الشركات. ولماذا استهدف هذا الأمر قطاعات بعينها، يعني قطاعات دون أخرى؟ سيدتي لاحظي معي، ليس كل يعني هناك أي كمبيوتر في العالم قد يكون موصول على الإنترنت، ولكن تحديثات هذه البرمجيات قد تكون في سيرفرات مختلفة. يعني أنا كمبيوتر على سبيل المثال الآن، عندما يقوم الكمبيوتر بتحديث نظام التشغيل، بالتأكيد سيقوم باستخدام هذه المكونات الجديدة من سيرفر معين. وبالتالي أعتقد هذه الاختراق أو هذا الاختراق المقصود فقط به مجموعة من السيرفرات. كل سيرفر له عنوان معين نعرفه، اي بي معين، وهذا معروف للجميع. وبالتالي يبدو أن من قام بعمل اختراق هذه، أو من قام يعني بتوزيع هذا الخلل الفني إن صح التسمية، كان المقصود به سيرفرات معينة وليست غيرها. وبالتالي حصل هذا الأمر عند تلك الشركات، وعند فقط البنوك والمصارف والمطارات والشركات المتصلة مع تلك السيرفرات وليس غيرها. إيلون ماسك تهكم على شركة مايكروسوفت على موقع إكس، ما الذي يفهم من هذا التهكم، ويعني ما الذي يمكن أن نستقيم من هذا التهكم؟ سيدتي إيلون ماسك يعني وهذا يعزز من جديد فرضية كون أن القضية مرتبطة ببعض العناصر السياسية، لأن إيلون ماسك يعني معروف أنه توجهه باتجاه الحزب الجمهوري بشكل أساسي، أما مايكروسوفت يعني ورئيسها يعني ومديرها بيل جيتس يعني دائما باتجاه الحزب الديمقراطي. وبالتالي هذا يظهر الموضوع أن الانقسام ليس على المستوى الفني، وليس على يعني فقط على بل هو على المستوى السياسي وعلى المستوى الفكري بين الطرفين. هذه نقطة. النقطة الثانية، يعني إيلون ماسك يعني كمنافس لشركة مايكروسوفت بالتأكيد سيقوم بالتهكم منه، وهذا يساعده على رفع قيم أسهمه بأن شركته ومنظوماته البرمجية وما شابه ذلك هي أفضل من منتجات مايكروسوفت. لماذا الهجمات أو هذه الهجمات تحديدا استهدفت الدول الغربية تقريبا، يعني بشكل كبير لماذا الدول الغربية؟ أولا لأسباب متعددة. الدول الغربية بشكل عام معظم تقريبا شركاتها مؤتمتة، يعني الأتمتة أصبحت منتشرة في كل مكان، وأصبح الإنسان وهو جالس في منزله يستطيع أن يطلب الطعام والشراب، ويستطيع يعني أن يقضي كل حاجاته تقريبا وهو جالس في منزله، معظمها مؤتمت. الأتمتة في الدول الإفريقية ودول أمريكا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا أقل بكثير، مستوى الأتمتة أقل منه بكثير من الدول الغربية. لذلك بالتأكيد بطبيعة الحال سيكون الاستهداف في تلك الدول أكبر من غيره في تلك المنظومات. كما يعني الدول بشكل عام، لو أخذنا الدول المتطورة في آسيا وتحديدا روسيا والصين، هناك دائما يعني اتهامات، يعني بين، وأنا ذكرت قسم منها، بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية من جهة، وبين روسيا والدول الغربية من جهة أخرى، بحصول هجمات سيبرانية. لذلك لابد أن تكون هذه الدول والدول المنخرطة في فلكها والتي تدور في فلكها محصنة بشكل جيد من أي هجمات سيبرانية. يعني أنا متأكد 100% لا يمكن أي جهاز استخبارات في روسيا هون على سبيل المثال أن يكون عنده كمبيوتر واحد موصول للإنترنت. أنا متأكد من هذه النقطة 100%، لأنهم يعلمون مسبقا أنهم دولة مستهدفة، ولا بد أن تقوم عناصر الاستخبارات الأمريكية وعملاء الاستخبارات الأمريكية بمحاولة اختراق هذه الأجهزة والحصول على معلومات. لذلك التحصين هو أحد أسباب، وقلة الأتمتة في هذه الدول هو أيضا السبب الآخر. وكيف يمكن لروسيا أن تتأثر، لا أقصد سيبرانيا، ولكن إنما ربما تتأثر بالسلب أو بالإيجاب لما حدث وضرب مجموعة كبيرة جدا من البلدان؟ سيدتي أنا كما قلت منذ قليل، يعني روسيا يعني وهذا الأمر طرحه بوتين منذ سنين بالمناسبة، وهو ما يسمى يعني الحماية المعلوماتية هنا في روسيا.
ولذلك لاحظنا أن معظم السيرفرات الروسية هون لم تتأثر نهائيا. لا أقصد سيبرانيا، ولكن أقصد ربما يعني تأثرت البورصات العالمية، تأثرت الخدمات المختلفة، حركات الطيران، الموانئ، المرافق وما إلى ذلك، فهل هذا ربما يؤثر على روسيا إيجابا مثلا؟ نعم قد يؤثر إيجابا من باب واحد، وهو أن روسيا تحاول فصل نفسها عن العالم الغربي نهائيا وتقلل تواصلها مع العالم الغربي بشكل كامل. لذلك هنا بالتأكيد يعني عندما يرى العالم كله أن هذه المنتجات الغربية ويعني بالرغم من أنها منتجات برمجية ومنتجات يعني تكنولوجية ولا يجب خلطها بالسياسة، أن العامل السياسي قد يكون أحد أسباب تخريبها، وبالتالي هنا يرفع بالتأكيد من ثقة باقي دول العالم بروسيا، وهذا بالتأكيد ما يعني هذه نقطة لصالح روسيا بكل تأكيد.